اليوم 26 من الصوم. صراخ الرعب أم صراخ التوبة؟ لا يمكن أن ننهل من نبع الصوم الثر إن لم نعبر أرض الخطيئة عبر التوبة، فما يكتنف أحشاء الصائم هو صرخة مدوية جراء اختناق النفس من شرذمة الأرواح الشريرة الخانقة. إنها ليست صرخة توبة بل صرخة رعب من وحشية الشرير وأرواح التي تملأ الكيان، وخير مثال على ذلك هو صرخة ساكن القبور الذي وقف أمام المسيح صارخا من كثرة الأرواح التي تخنقه. لم ينبع صوت صراخه من روح الشر بل من ذاته الحقيقية التي تختنق جراء زحمة الأرواح في داخله، ولهذا شفاه يسوع، لأنه استطاع أن ينهض صوت الحق الضعيف من بين أصوات قاتلة تكتنفه. ولما شفي صرخ صرخة أخرى، وهي صرخة الشجاعة والقوة، صرخة التوبة والاعتراف بالخطيئة، فطردت الأرواح بقوة المسيح وتوبته. علينا في هذا الصوم المبارك أن نصرخ صرخة رعب من هول الأرواح أو الأفكار الشريرة التي تتطفل علينا وتعاسة الابتعاد عن كنف الله، ومن ثم نصرخ بالتوبة التي تثبت شفاءنا وتضعنا على الطريق الصحيح. ماذا أفعل اليوم؟ إن بقيت مرتعبا أمام الشرير فستبقى عبدا له، وصلاتك لن تكون سوى صدى لخوفك منه. فهل يمكن أن تكون لهذه الصلاة فاعلية إن لم تكن لديك الثقة بالله أصلا؟ جاهد بروحية الشجعان ممن يواجهون الحياة بعيون إلهية، بثقة أبناء الله، بحب يعمذ الداخل، وبروح تهزج في العمق. هللويا لرب الجنود. إنها صلاة شجاعة في عالم جبان، سيطر عليه الشرير وزيف له معنى الأمان. تأمل في كلام الله وستصبح جريئا تتحدى رعب الشرير بوصايا الله، ويصبح شعارك في الحياة: لن أخاف بعد اليوم يا رب، فأنت معي بقوتك ورحمتك وحبك. فليكن صومك صوم الشجعان. صلاة. يا إلهي الغافر، كم مرة بقيت أصرخ صرخة رعب محاولا النهوض من بين أفكار الميتة وهي تغلق باب رحمتك علي. ففي مرات كثيرة أستنجد بك ولا ألقى سوى الصمت والسواد. سألت نفسي مرارا: لماذا يا رب تسكت وتشعرني بأني وحيد في المعترك؟ ولكني بعد تأمل طويل عرفت بأن هناك درس عميق تريد أن تقدمه لي. إن سكوتك ينضج، إنه سكوت يجعلني أتحول من دائرة الرعب من الشرير إلى دائرة الخلاص وطلب التوبة والرحمة. ولهذا لن تمسي صلاتي بعد اليوم صلاة إنسان مرتعب، بل صلاة إنسان تائب يريد الاتحاد بك. قويني في هذا الصوم المبارك كي أطرد كل الأرواح الخانقة بسلاح التوبة والنعمة. آمين.